تظاهرات كبيرة شهدتها محافظة البصرة احتجاجا على قرارات حكومية تسعى لتحويل شركات النفط الممولة ذاتيا إلى تمويل مركزي. مختصون وموظفون في شركات النفط اعتبروا أن تطبيق القرار سيؤدي إلى خسارة وإفلاس الشركات النفطية وحتى إغلاقها. جدل واسع في الأوساط السياسية والاقتصادية أثاره قرار مجلس الوزراء العراقي ذا الرقم 24600 لسنة 2024، والقاضي بتعديل حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة وزيادتها من 45% إلى 75%، الأمر الذي دفع موظفي الشركات النفطية للتظاهر رفضاً لذلك القرار. ما يقارب 45,000 منتسب، يعني 45,000 عائلة. أنت إذا قطعت إيرادات الشركات النفطية وأرزاق هاي الموظفين أكيد راح تخسر المورد البشري، راح تخسر الطاقة العاملة، وبالتالي راح تصير العملية عكسية، راح تلجأ للشركات الأجنبية اللي راح تأخذ أضعاف مضاعفة. راح يغير واقع الشركة من شركات رابحة إلى شركات خاسرة. قرار 24600، نطالب السيد رئيس الوزراء العدول عن هذا القرار. اكو تخصيص جاي يصير للشركات الاجنبيه 75 في 25، خلي يعكسونا ويانا، خلي يعكسونا ويانا. احنا ليش ياخذ من عندنا 80% للخزينه او يعطي 20 او يعطي 25؟ ليش ما يعكسها يعني؟ ويتفق اقتصاديون مع مطالبات موظفي الشركات النفطيه، إذ يرون أن قرار مجلس الوزراء فيه مساساً بحقوق الموظفين، فضلاً عن تحويل نظام تمويل الشركات النفطية من ذاتي إلى مركزي، ما يجعلها شركات خاسرة. طبعاً رفع بهذا الشكل بالتأكيد يؤثر على التوسعات، ناهيك عن الخدمات الاجتماعية وعن أرباح العامل، لكن أهم شيء التوسعات، من تحد من التوسعات في الشركات العامة. لكن الأخطر من ذلك أنه الفقرة الخاصة بقيد مبيعات إيرادات المشتقات النفطية عموما، وبالذات هي النفط الأسود في حساب وزارة المالية وليس في حساب الشركة العامة توزيع المنتجات النفطية. هذا طبعا سوف يقود بالنهاية إلى تلك كبير في عملية استيراد المشتقات النفطية. ويؤكد خبراء أن قرار تحويل حصة المبيعات من الشركات الاستخراجية إلى وزارة المالية يعمل على تجريدها من إمكانية تمويل عملياتها النفطية ورواتب موظفيها، ويعد مخالفة واضحة لقانون الشركات والإدارة المالية. بينما ترى الحكومة أن القرار خطوة نحو إصلاح الاقتصاد ودعم خزينة الدولة، يعارضه البعض باعتباره مساسا بحقوق العاملين وتحويلا غير مبرر لنظام تمويل الشركات. لقناة الرابعة أحمد رائد، البصرة.